رجعت كورة فيديو جديد من قناتي إسراء جيمر. اليوم احنا عم نلعب سبيك اكستي، واليوم طبعا يا جماعة رح شارك معاكم اكيد كود تبع الجواهر مناسبة تحديد الكريسماس، فتابعوا معي الفيديو الاخر عشان انكم تحصلوا على الجواهر. بس قبل ما نبلش بعد شيء انكم تشتركوا بالقناة، كمان حطوا لايك لهذا الفيديو، حطوا كثير كثير لايكات، وبس بحبكم كثير كثير كثير. هلا طبعا خلي انه نبلش. اوكي دقيقة، لازم اني انقص شوي بالصوت، الموسيقى اخليها زي هيك. اوكي جود ساوند افكت، صح خليها زي هيك، هاي الموسيقى زي هيك. اوكي هيك حلو صح؟ هيك حلو؟ حلو؟ اوكي هيك حلو. المهم فطبعا جايز هلا خلينا نبلش مباشرة. فطبعا جايز تحديد الكريسماس اجا، وقررت اني احشارك معاكم كود بيعطيكم جايز جواهر كثير كثيرة فلكثير اشخاص كمان، عشان انه تساعدكم هذا الجواهر انكم تشترون باقات جديدة، تشترون العملات. رح اعملكم على فكرة فيديو عن كيف تجمعونها. انا قلت عندي 4000، واو كثير حلو، رح فرجيكم كيف تجمعوها، كثير اشياء يا جماعة. فا يب وبتقدروا تعملوا في كثير شغلات بتحديد الكريسماس. او ماي جاد راحت الفيهيكل السليث، شو اسمه العربي تبع سانتا كلوز. طبعا انا حصلت عليها، انا ويت لازم اقول اسم سانتا كلوز كمان. فطبعا انا اوريدي حصلت على هاي تبع ال شو اسمه هاي العربي هاي، بس امانها موجودة هون. اوكي ما بتبين هون، بيكا اكس تي قالوا لنا اياها بالديسكورد، يعني هيك مع بيكا اكس تي، يعني لانه بنحكي مع بيكا اكس تي هيك خاص، وقالوا لنا انه يعني بعتنا لكم اياها بس ما بتظهر بالحقيبة، انه خلص كأنه ما حصلنا عليها. بس هو حصلت عليها بس ما حصلت عليها بنفس الوقت. يعني قالوا انه هاي مشكلة رح يصلحوها، فايب اكتبوا لي انتو هل انتو كمان عندكم هالمشكلة، يعني هل انتو كمان اشتريتوا العربي وما ظهرت معاكم بالحقيبة. انا هلا حصلت عليها بس ما بتعي بالحقيبة، عرفتوا؟ فايا اوكي هاي الباقي، هاي كثير بتشدني رح اشتري منها كثير. يلا وطبعا جايز جواهر فيكم تعملوا في كثير اشياء، فيب رح تكون اكثر من 30 جوهرة. ويب طبعا جايز طريقة هلا كيف فيكم تحصلوا على الكود، هو يكون تبعوا الفيديو للاخر جايز، تبعوا الفيديو للاخر الاخر الاخر، لانه الكود رح يطلع بوسط هذا الفيديو. اوكي زي ما كتبت بالعنوان موجود بالفيديو، كود الكود رح يطلع بوسط هذا الفيديو. فانتوا اللي عليكم انكم تعملوا هو انكم تفتحوا الموقع تبع بيكا اكس تي، حتشكلكم اياه بصندوق الوصف، الموقع موجود فيه الكودات اللي بنحط فيه الكودات، لانه كان زمان فينا نحط الكودات هون. اوكي كان فينا هون نحطها، هذيك بتطلع لنا هيك اشي مكتوب عليه ريديب ذيس كود ولا مدري ايش، وهيك بتدخل كود. بس هلا جايز ما صارت هون، غيروها لاسباب الخاصه اللي انا كمان ما بعرفها، غيروها وخلوها بموقع بيكا اكس تي الرسمي، اعتقد عشان انه هاكات واشي زي هيك. فعجبت انه ما بعرف، او اعتقد عشان انه الناس يعني تحصل على الكودات بشكل ما بعرف، عجبت ما بعرف. بدي خلي موسيقى زي هيك لانه كثير بتجنن، بس لا رح خليها بس هيك. فايب طبعا جايز حتفوتوا على الموقع تبع بيكا اكس تي الرسمي، حترك لكم اياها بصندوق الوصف عشان انكم ما يعني عشان انه يكون الامر سريع اكثر، او بالتعليق المثبت رح اترك لكم اياه. وبس رح تفوتوا تدخلوا حسابكم هيك الايميل تبعكم وكلمة السر، ولو نسيتوا كلمة السر فانا اوريدي عملت لكم فيديو عن كيفية تغيير كلمة السر بدون ما تكونوا عارفين كلمة السر السابقة، يعني امر كثير سهل. انا دائما بغير كلمة السر تبعي وغالبا ما انساها، ف يب شيء كثير كثير عادي. وطبعا جايز بعد ما رح تفوتوا تدخلوا حسابكم رح تكتبوا جايز انه الكود رح يطلع لكم بالشاشة هلا، بعد شوي بيقدر يطلع لكم، هلا بعد شوي بيقدر يكون طلع قبل، فما بعرف يا جماعة. اوكي يعني لازم انكم تتبعوا الفيديو هيك للاخر. المهم رح تدخلوا جايز الكود اللي موجود معاكم،
وبس بعدين راح يعطيكم الجواهر. فاوكي هلا راح تستنوا انه الفيديو انه يعني الكود يطلع لكم بالشاشه واستمتعوا هلا بالفيديو. انا هلا ايش راح اعمل يا جماعه؟ خلينا نلعب مع بعض بي كي اكس تي. فايش راح اقول؟ راح اروح اكبر حيوان اليف تبعي، راح احاول اكبره. فليتس جو، اعطيه ياكل يشرب يتحبب. اوكي لا نفسه يتحبب، فيلا خليه يتحبب. يلا شاور شاور، يلا يا أما شاور شاور، يلا يا أما شاور شاور. يا جماعة متابعين القدامى رح تتذكروا هذيك القصة اللي كنت عم أقول فيها شاور شاور. ما كنت تذكرها ساندرز. المهم فارو إتو جايز. أوه الحيوان بيكبر كثير بسرعة، لازم يكبر. فيب بدي أكبر عشان زمان ما اهتميت في حيواناتي الأليفة وهيك. فيب هلا في كمان إشي لازم أعمله عشان إني أهتم بحيوان أليف، اللي هو لازم إنه أروح مثلا على مكان أجمع مثلا فواكه أو بيتزا أو إشي زي هيك. يعني لازم إني أعمل شوي أنشطة عشان إنه حيواني يكبر، عرفتوا؟ فيب يزيد يعني الليفل. سو لازم يوصل ليفل 5 ضروري ضروري ضروري. ليتس جو، مو لازم ضروري نحمله على فكرة، المهم يكون موجود تمام. اوكي هلا لعبة بتعلق. نو بليز لا. اوكي اوكي جمع هيك تفاح اللي بعدي متأكدة هل هو التفاح، بس المهم يعني احنا لاعبين في كيك ستي من زمان بتسميه تفاح وبطيخ وهاد اناناس. اوكي اناناس بطيخ تفاح I don't know. اوكي 11 هاي لازم دي اناناس. او ماي جاد تشبيع صار كثير صعب بسبب انه بسبب شو اسمه بسبب حذاء التزلج بتزحلق. اوكي فلازمنا هلا تفاح كثير وبطيخ. اوكي هون في بطيخ، هون في بطيخ 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 بطيخ. اوكي هلا لازم تفاح وبس. وا تفاح 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 تفاح. ليتس جو. اوكي ليتس جو جيت. اوه هي تفاح بيهرب. اوكي اوكي يلا عاد. اوه قربنا نخلص تشبيع. ياي خلصنا خلصنا. ليتس جو نركض 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 نركض. يلا ركض 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 ركض. يلا يس 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 يس. الحيوان الاليف تبعي بلش بيكبر. او ماي جاد. اوكي 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 اوكي. او ماي جاد نوب. اوكي ذا شو صار؟ حيواني اختفى. كبر. او ماي جاد ليكو كبر، بس لازم اكبره اكثر. اوكي اوكي سو رح العب مره ثانيه. اوكي على فكره جايز لو ما زبط معكم الكود فما تزعلوا، جربوا مره ثانيه ولو ما زبط معكم كمان مره فخلص جايز ما تخافوا. لسه اصلا قريبه رح اعمل لكم سحب، فاي لازم انكم تعملوا عشان يكون يعني تفوزوا بالسحب اللي رح يكون فيه جواهر اكثر وباقات اكثر وحساب غني كمان. يعني رح تحصل على يعني الشخص اللي حيفوز رح يكون اصلا كثير اشخاص فائزة. رح اسأل الشخص اللي حيفوز او الاشخاص اللي فازت هل بدكم حساب غني ولا اشحنكم بحسابكم، انه هل بدكم هيك اشحنكم انا بحسابكم جواهر وباقات. فيب هذا السحب رح اعمله قريبا، الا عليكم انكم تعملوا هو انكم تشتركوا بالقناة. فرح اعمل السحب لما نوصل ل 160 الف مشترك او اكثر تمام او اكثر. يب فإن لازم إنكم تعملوا إنكم تتفاعلوا بالقناة وتشتركوا بالقناة وتحطوا لايك لهذا الفيديو، بس أهم شيء اشتراك تمام، أهم شيء اشتراك وتشوفوا فيديوهاتي. فاشتركوا جايز، قولوا كمان لأصحابكم والعيلة والعالم كله عشان يشترك عشان أوصل أكبر عدد مشتركين. أوه يس هلا خلصنا تجميع ليتس جو تحبسي. فيلا واو اللعبة علقت، ما تقولوا اللعبة رح تطلعني. فطبعا جايز طلعتني اللعبة اكيد كان متوقع بس يلا عادي. المهم طبعا بس هيك رح اخلص هذا الفيديو، فمبروك لكل الاشخاص اللي زبط معاهم كود وبس هيك. ترقبوا كودات اكثر فما تزعلوا لو ما زبط معاكم، ومبروك لو زبط معاكم.
ما تتعلم الوظيفة لأنه زي ما قلت لكم لسه أعمل كثير كودات وصحوبات في المستقبل القريب جدا. فعشان هيك بس اشتركوا وقولوا مبروك الأشخاص اللي سوتوا على الكود مبروك يعني. المهم ما بدي أطول عليكم كثير، فبس بحبكم كثير كثير كثير، بس إنكم تشتركوا زي ما قلت لكم، وبس بحبكم كثير وباي.